مفيش شك ان دي زي ما قلنا يعني نادي الاهلي عليه مسؤوليه وطنيه. النادي الاهلي النهارده دي تاني سنه لكن يمكن اول سنه بتبقى اسمها بطوله الاهلي الدبلوماسيه. السنه اللي فاتت كان في 12 او 14 نادي، السنه دي 24 نادي. ده بيقول لك قد ايه قيمه النادي الاهلي. النهارده ما بتحتضن 24 هيئه خارجيه في ارض مصر على يعني اهلي الشيخ زايد، ويطلع بهذا المستوى الرائع من التنظيم. الناس كلها بتتحدث، يمكن السفير الالماني كان لسه بيقول لي ان هو بيبعتوا تقارير بره قد ايه التنظيم محترم، وقد ايه احنا دايما بنقول ان الرياضه هي اللغه اللي بتؤلف القلوب وبتؤلف الشعوب مع بعض. اما يبقى في 24 هيئه خارجيه، منهم امريكا، منهم روسيا، منهم انجلترا، منهم المانيا، يبقوا موجودين هنا ويطلع بهذا المستوى الرائع، ده ان دل على شيء يدل ان بلدنا ماشيه في الطريق الصح، بلدنا بلد الامن والامان. وان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي له دور ولو بسيط قوي، ان هو السياحه ترجع مصر، الناس تعرف قد ايه ان مصر بتحب كل الناس اللي بتجي لها، وقد ايه مصر كريمه والناس بتوعها كرام واهلها كريمه. فالحمد لله رب العالمين. متهيألي يمكن الـ 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 الغرض من هذا الحدث متهيألي تحقق بنسبة 100%. انت شايف الناس قد ايه مبسوطة، قد ايه المكان حلو، قد ايه حتى الجو حلو، يعني ربنا كرمنا في كل حاجة، يعني كل الجو وكل الاجواء مناسبة ان هو يطلع حاجة محترمة. الناس كلها مبسوطة، بتشوف المشجعين كله بيجي باهله. الحقيقة يعني انا ببقى فخور ان انا بنتمي للنادي الاهلي لو منظم حدا زي ده. حرصنا ان احنا نجيب النجوم الكبار خاصة اللي لعبوا في المانيا، يعني هاني رمزي، ياسر رضوان، محمد عمارة، متواجد طبعا محمد فاروق، في احمد حسن، في هشام حنفي، ياسر ريان. يعني الحقيقة كون الناس دي تيجي انها تبقى عايزة تشارك برضو دي حاجة حلوة وبتثري من البطولة. يمكن السفير مبسوط جدا قد كده ان احنا مهتمين، وقد كده ان اللعيبة القديمة تيجي عشان تبقى مهتمة انها تشارك في هذا الحدث وفي نجاح هذا الحدث في ختامه. فما فيش شك ان دي حاجة محترمة ويشكروا عليها الحقيقة.